باسم الاب والابن والروح القدس تحل علينا نعمته وبركته من الان الابد امين. وتسيبونا كرولوس قال دقيقتين بس، فانا هتكلم دقيقتين، فطبعا خلصت منهم دقيقه، فاضل دقيقه. كل سنه طيبين. طبعا يعني احنا اول السنه الجديده، ما بس عايز اقول كلمتين يعني، معلش يعني. السنه اللي فاتت عدت بكل ما فيها بأوجاع ومتاعب وآلام وأحزان ومشاكل مختلفة، وعايزين بقى نبتدي بداية جديدة. المفروض نبتدي السنة دي بداية جديدة، نقدم توبة ربنا كده. لازم فعلا يبقى فيه كده لحظة صدق كده راح بينه وبين نفسه، ويرفع قلبه ربنا كده النهاردة كده ويقول له يا رب عايز أبتدي فعلا بداية جديدة. يا جماعة محدش ضمن الدنيا، محدش ضمن عمره، مش كده؟ احنا يعني السنه اللي فاتت كتير مشيوا، واللي قبلها يعني كورونا دي يعني خدت ناس كتير قوي قوي قوي، وناس غاليين علينا وناس حبايبنا بكميات كبيره جدا جدا. عايز اقول يعني لو احنا كنا مشينا كنا رحنا فين؟ معلش سامحوني يعني، سامحوني يعني، كل واحد يراجع نفسه النهارده لو هو مع الناس اللي مشيوا كان راح فين؟ كان هيبقى ليه نصيب في السماء مع الملائكة والقديسين، ولا ما يبقاش لي نصيب؟ معلش سامحوني يعني. عشان كده كان ربنا ادانا يعني ادانا فرصة، يبقى لازم نراجع نفسنا، لازم نراجع نفسنا فعلا، ولازم نقدم توبة، ولازم نعهد ربنا ان احنا فعلا نخلص كلنا نفسنا كلنا من كل خطايا، ونبتدي بداية جديدة كده وعهود جديدة مع ربنا. النهارده في كلمات قليله، طبعا انتوا عارفين حدود بتاعت شهر كياك، انا عارف انتوا عارفين، والكنسيين وبتوع القداس الاولاني دول يعني حافظين ومذاكرين كويس قوي. انتوا عارفين الاربع حدود بتوع شهر كياك بنقرا فيهم الانجيل من ايه؟ كلهم من انجيل لوقا اصحاح الاولاني، الحد الاولاني بنقرا بشارة الملاك اليمين لزكريا، مش كده؟ انا بس براجع عشان انا تلميذ خيبان، فانا براجع بس، انا اللي براجع يعني. الحد الثاني بشارة الملاك اليمين ست العذراء، مش كده؟ الحد الثالث الزيارة الجميلة اللي عملتها اليصابات العذراء لاليصابات. النهارده ميلاد اعظم مواليد النساء، ده السيد المسيح اللي قال عليه كده، أعظم مواليد النساء. لو قعدنا ندور هنلاقي حاجات كتيرة قوي قوي عن يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء. يقول لك بقى إيه، يقول لما قالوا له المسيح قال لهم ده أنا ما استاهلش أنحني وأحل سيور حذائه. قمة في التواضع. اسمعوا الكلمة الجميلة دي اللي بحبها قوي، وشعار جميل قوي. يقول لك إيه ده؟ ينبغي أن هذا يزيد واني انا انقص. الشعار ده مهم قوي. الشعار ده لو احنا استخدمناه في بيوتنا، يا بيوتنا هتبقى في قمه السعاده. لو كل زوج يقول ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص على مراته. لو العكس، لو كل زوجه تقول ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. لو الزوجين يقولوا كده على أولادهم ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص. لو في الخدمة، لو في الكنيسة، لو كل واحد من الأباء في الكنيسة يقول نفس الكلام دون ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص، يعني أطلع أنا أقل واحد. لو كل واحد من الأباء، لو كل واحد من الخدام قال كده، لو كل واحد من أمناء الخدمة قال، لو كل واحد من الشمام سألوا كده، الموضوع هيختلف صدقوني. عشان كده لما قلنا يعني امبارح قلنا كده عايزين شعار جديد لطول السنة، عارف احنا اتفقنا على الشعار يبقى ايه؟ وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأثر فينا. دي اللي بنصليها دايما في القداسات، في الطلبة اللي بتسأل، نعم نسألك يا المسيح ان ثبت أساس الكنيسة، وبعدين وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فين، يعني احنا نبقى واحد بالمحبة، يعني مفيش ذات، مفيش أنا،
عشان كده سيدنا المسيح لما قال بقى لو انت عايز تبقى تلاميذ ليا اول حاجه تعمل ايه؟ تنكر ذاتك. تنكر ذاتك. صدقوني لو كلنا كده كل واحد قال انا زيرو قدام كل الناس، ياه صوروا بقى هنبقى ايه؟ هتبقى حاجه على اعلى مستوى. انا خلصت. بس ممكن اقول حكايه صغيره، اسمحوا لي اقولها بس. يعني زمان كانت الأديورة كده ايه مشهورة بحاجات، لأن كل دير ليه ده دير مشهور بالنساك، وده مشهور بالمتواضعين، وده مشهور بالمحبة، كل دير كان ليه كده شهرة. ففي دير كان مشهور بالمتواضعين، مؤكد سمعت الحكاية دي قبل كده، بس أقولها لكم عشان بنفكر نفسنا بس. فواحد من الأراخنة الكبار بتوع البلد كده قال هروح اشوف ايه حكايه الدير بتاع المتواضعين ده. فراح لقى ناس غلابه قوي وكله عمال يعمل مطانيات وعم بتاع، بس مش في الشكل، احيانا بنعمل الحاجات دي كلها شكلا بس، لكن جوهر جوه يبقى ايه الذات والانا والكبرياء مبهدلنا من جوه، لكن انا اخطيت انا سامحني وحللني وبتاع، لكن الذات وجعانه قوي قوي، وكل واحد فاكر ان هو الكبير وانه هو اللي بيفهم وانه هو احسن واحد، والباقي ما بيفرق ما يعرفوش حاجه، مش كده؟ اوقات كتير عايز اقول لكم. فالاخ دون الارخن الكبير ده راح زار بتاع وقابل رئيس الدير، وقعد بقى حياه قوي، لقى رئيس الدير راجل متواضع جدا جدا. قال له ايه حكايه ان انتوا مشهورين بحته ان دير اسمه دير المتواضعين ده، ايه حكايه المتواضعين ده؟ قال له يعني كلهم ناس طيبين وغلابه وكلهم فعلا بياخدوا تدريب جامده قوي في التواضع. قال له طب ما اشوف كده مثل كده. قال له حاضر. فمعاه التلميذ بتاعه قال له نديل على ابونا فلان. نداله على ابونا فلان. الرئيس الدير واقف هو والأرخن ده عمالين يحكوا مع بعض، وجه الأخ الراهب اللي بعت له أبونا الأسقف، أول ما جه راح يعمل إيه عند رئيس الدير؟ راح عمل مطانية لرئيس الدير. بعد ما عمل مطانية لرئيس الدير، أصلا عندهم نظام في الأديورة لما تعمل مطانية بتاع يجي رئيس الدير يحط ايده على راسك تقوم. فرئيس الدير انشغل عمل نفسه مشغول مع الضيف. قعدوا يحكوا مع بعض دقيقتين ثلاثة خمس دقايق عشر دقايق نص ساعة وعمالين حكاوي، والراجل يا عيني الراهب ما ايه مرمي على الأرض عايز يقوم، ما يقدرش يقوم إلا لما ايه أبونا الأسقف يحط ايده عليه. فضل قد ايه؟ مده طويله جدا. وفين ايه راح الاسقف حط ايده عليه راح قام. قال له اغاب يا سيدنا؟ قال له اغاب يا حبيبي. قال له نيافتك بعت لي؟ قال له اه. طيب هقول انا، طيب روح دلوقتي، روح دلوقتي وانا هبقى اكلمك بعدين. فالراجل مشي ساكت. فالرئيس دير بيقول للضيف ايه؟ يقول له ايه رايك بقى الراجل ده؟ لا اتكلم ولا زعل ولا غضب ولا اتقال، لو حتى عايزني طب كان يقول، طب سايبني مرمي على الارض كده ساعه من غير ما يسال فيا ولا يعبرني، طب حتى يقول حاجه، وعلشان بيحكي مع واحد ضيف ما يسالش فيا، ما عملش كل دون وراح ربته. قال له طب تسمح لي انا اساله؟ قال له قوي قوي. ببعته جابه تاني. طبعا اول ما عمل مطانية تاني عمد ايده عليه، قال له يعني الاخ فلان عايز يسالك اسئله. قال له لما جيت وعملت مطانية لسيدنا وما سالش فيك مده طويله قوي، ما اتضايقتش؟ قال له هتضايق من ايه؟ قال له ما زعلتش؟ قال له هزعل ليه؟
انا سجدت لقيت اخر عليا، قعدت اصلي مزامير، مزمور ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ورا الخامس، اصلي مزامير لغايه لما سيدنا حط ايده عليا وقمت. قال له طب ما اديتش لما قال لك طب روح انت ابعت لك يعني، طب لو كان عايزني كان بعت لي من الاول، طب هو عمل فيا كده ليه؟ قال له يعني احنا لازم نعيش حياه التسليم، سلم حياتنا لربنا. عايز اقول لكم قد ايه التواضع، التواضع مش كلام، مش كلام، لكن التواضع جوه جوه جوه. عشان كده يوحنا المعمدان قال على السيد المسيح ايه؟ ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. مش هو اللي قال عليه لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذائه؟ واحد من الاباء بيفسر حكايه ان انحني واحل سيور حذائه، يقول لك زمان الناس يعني تلاقي واحد بقى ربنا مديله كتير وعنده عبيد كتير وخدمين كتير، وده بقى السيد بقى، اما بيروح البيت يعني عنده عبيد كده بالدور. العبد الاولاني بيفتح له الباب، ده نمره واحد، ده احسن واحد فيهم يعني، ده السوبر نمبر تو بقى، يعني ممكن يقلعه البتاع اللي بيلبسها بيسموها القفطان، بيسموها زي الفراجيه بتاعتنا كده يعني، يقلعها له. الثالث مش عارف يعمل ايه، يقول لك نمره خمسه ولا نمره سته اللي ينزل على الارض ويحلله بقى ايه الصندل بتاعه اللي لابسه. واخدين بالكم ازاي؟ يعني شوفوا يوحنا المعمدان عايز يقول ده انا يعني الخدام بتاع المسيح نمره ايه؟ نمره خمسه، نمره سته، نمره سبعه، مش حتى خدام سوبر ولا حاجه. يا سلام يا جماعه، مفيش احلى من انسان فعلا ينكر ذاته، ينكر ذاته ويعيش حياه الاتضاع فعلا. عشان كده النهارده الشعار بتاعنا ويا رب يفضل طول السنه معانا، وحدانيه القلب التي للمحبه فلتتاثر فينا، ولربنا المجد دائما ابديا امين.